مرحبا فيكم، راح فيكم عن جد. أهلا وسهلا فيكم بجزء الثاني من فقرة أسئلة وأجوبة، أو فيني أسميها رحلة وعي. لازم أسميها رحلة وعي. اليوم راح أستعرض لكم بعض البوستات العلمية اللي بنزلها على الانستغرام أو من خلال الأسئلة والأجوبة اللي أنا بطرحها. في ناس كتير بسأل أسئلة بالكومنتات وأنا أجاوب فيها ببوست معين وبحطه على الانستغرام. رح نتصفح هيدول مع بعض على السريع بالأشياء المهمة وإشرح لكم إياه هون على السريع. عندنا هون هبتدي لكم ببوست كتير مهم وهو كتير بينسأل، وهو كيف بحسب معدل ضربات القلب لحرق الدهون. كيف نحسب معدل ضربات القلب لحرق الدهون؟ انه في مثلا معدل ضربات القلب، مثال لازم يكون ضربات القلب لكل شخص بيختلف عن الاخر، بين مثلا 130 تنقول 150 لحتى يكون الجسم بمعدل حرق الدهون، اوكي، ومثلا ما يكون دخل بنظام الهيت او بانظمه اخرى. لانه ليش دائما نعطونا احنا بنشرح انه الجسم بكل نوع تمرين بيدخل بنظام معين، اوكي. فلما بيكون بمثلا والمعدل ضربات القلب لحرق الدهون، هيدا المعدل بيسمح للجسم وأنظمة الطاقة بالجسم بأنها تكسر الدهون وتحولها إلى طاقة وتطرحها وهكذا. بينما مثلا أنا لما بكون عم بشتغل بنظام الهيت مش بنظام معدل حرق الدهون، هون ساعتها الجسم بده طاقة سريعة، فشو بياخد هيدي الطاقة سريعة؟ ما بيلحق يكسر الدهون بالجسم ويطلعها من الخلايا ويطرحها بالدم كطاقة. وفي كل هيدي في إلى عملية كيميائية كتير كبيرة على فكرة، عملية تكسير الدهون. مشان هيك دائما على طول لما نحن بنخفف اكل او بناكل سعرات كثير قليله وبنخفف كثير كميه بروتين وبنعمل مجهود كثير عالي بنخسر عضل اسرع. ليش؟ لانه بالنسبه للجسم تكسير العضل اسهل من تكسير الدهون، فهي عمليه كثير صعبه. فلما بدخل نظام الهيت الجسم بيستخدم بده طاقه سريعه، فبيستخدم الكربوهيدرات كمصدر للطاقه اللي هي بتكون جلايكوجين. العضل بسموه بتكون مخزنه بالكبد والعضلات. بينما اذا انا بدي اياه يضل بنطاق حرق الدهون، هو عاده بيكون هيدا بمعدل ضربات القلب خلال المشي او التمارين منخفضه الشده. شو بعمل؟ اللي رح نعمله انه نحن رح ناخذ العمر، مثال انا عمري 30، اللي عمره 35، اللي عمره 20، رح ناخذ العمر نطرحه من 220، يعني حمل العمر ناقص 220 ضرب 0.7. شو هو 0.7؟ هو 70%، بيكون بين 60% ل70% من معدل ضربات القلب القصوى. فمشان هيك انا بحط العمر ناقص 220 ضرب 0.7 كرمال يعطيني الناتج، هو اللي بيكون معدل ضربات القلب لحرق الدهون بالنسبة لكم. لكل شخص بيختلف طبعا مثل ما شفتوا حسب العمر. انتقل للسؤال الثاني اللي جاوبت عليه ببوست، هو كيف فيني احسب سعراتي الحرارية؟ طبعا كيف فينا يعني شو هو حساب سعرات الحرارية؟ كيف بقدر اطبقه حتى اعرف سعراتي؟ ليش دايما بنقول كل شخص بيحتاج سعرات حرارية مختلفة عن الشخص الآخر؟ مشان هيك ما فيكم تاخدوا دايتات من على الانترنت، واي شخص بحط لكم برنامج غذائي تروح تاخدوه هو ما بيكون مناسب لكم ولا لسعراتكم او حتى لمشاكلكم الصحية او حتى مناسب لجسمكم او المغذيات اللي انتم محتاجينها بهيدا العمر، اوكي؟ ففي كتير اشياء بتلعب دور. احنا معنا بالمجتمع العربي على فكره ما في وعي بهدول الامور الصغيره، اي شيء ببلاش وخلص. هيدا مبدانا. المهم كيف بحسب سعراتي؟ في عندكم كتير على فكره هلا التكنولوجيا كتير طورت، في عندنا كتير، في عندكم برامج كتير بالابلكيشن طلعت، مثال ماي فتنس بال لحساب السعرات، بيحسب لكم حساب سعراتكم الحراريه، بيحط لكم حساب سعرات. فيكم كمان انكم تدخلوا الاكل اليومي اللي بتاكلوه كل يوم كرمال يحسب لكم السعرات الحراريه، وقد ايه اخذتوا نشويات، قد ايه اخذتوا دهون، قد ايه اخذتوا، وفيه باركود يعني كرمال تصوروا. اذا انتم ما بتعرفوا السعرات الحراريه بهذا المنتج، في من وراء الباركود فيكم تصوروا يطلع لكم السعرات الحراريه. فماي فتنس بال من الاشياء او البرامج اللي انا شخصيا كثير بستعملها. في عندكم برامج اخرى كالوريز ماما او ما بعرف، فيكم تبحثوا عن الابلكيشنات لحساب السعرات الحراريه بيطلع لكم جوجل، ولكن انا استخدم ماي فتنس بال.
اوكي، او فيكم مثال ما بدكم تشتركوا بهول البرامج، ما عندكم القدره، فيكم تعرفوا صعوباتكم الحاليه بس ما فيكم تتبع، كتير صعب انكم تتبعوها بدون برنامج، اوكي. ولكن اذا حابين تعرفوا سعراتكم الحراريه، في عندكم كمان موقع على الانترنت اسمه calories.net، اوكي calories.net، هيدا بتحطوا المعلومات من عمر وكذا. وانا كمان حطيت بوست على انستغرام كرماله، وحطيت الطريقه كيف بطلع السعرات، كيف بحطهم، بطلع لكم السعرات لثبات الوزن، سعرات اذا بدكم تنقصوا وزن قد ايه لازم يكون سعراتكم، واذا بدكم تزيدوا وزنكم قد ايه لازم يكون سعراتكم. فهيدي التفاصيل كتير صغيره، يعني انتم فيكم تبحثوا عنها وتعرفوا، كمان موجوده على انستغرامي، اوكي. في هون بوست مهم عن، اوكي، من الاخطاء اللي بتفقدنا عضلات بدل من الدهون او خساره الوزن. وانا هون حاطه كيف بعرف اذا عم اخسر عضلات بدل الدهون. اول شيء بيكون نزول الوزن على الميزان وبنفس الوقت ما تغير شكلنا. يعني في كتير ناس بتنزل بتقشط وزن كتير على الميزان بس بالشكل لما بتطلع عليه ما بتحس هو نازلي هالقد وزن. يعني مثلا ممكن تكون نزلت 5 كيلو او 7 كيلو بس تشوفوا انه مبين علينا ما نزلت كثير، يعني كيلوين او 3. هيدا بيعني انه احنا خسرنا عضل ما خسرنا دهون، لانه مساحه العضل كثير صغيره. العضل هي قاسي نفس الحجره، كثير مساحتها صغيره، ولكن دهون يعني كيلو عضل ممكن يكون هيك، كيلو دهون ممكن ياخذ مساحه هالقد، اوكي. نفس اللي انت بتعرفوا اللي بتكون موجوده باللحم كيف مساحتها كبيره، نفس اللي يعني كيلو دهون يكون حجمه هيك بالجسم، فلما بيروح بخسر كيلو دهون، تخيلوا ولا شيء بصير لما بخسر كيلو دهون كأني خاسرة 10 كيلو من وزني. فبيبين فرق واضح كبير لما أنا بخسر كيلو دهون أو نص كيلو دهون بينما لما بخسر عضل. لما بخسر عضل ما بيبين الفرق أبدا، ولا شكل الجسم كتير بيتغير ولا بيترتب أصلا. أوكي، فالأسباب والأخطاء اللي نحن بنوقع فيها هي بتكون انه نحن دايما على طول كالعادة بندور على الطرق السهلة والطرق الغير علمية، طبعا لانه طالما هي طريقة سهلة يعني غير علمية، اوكي. والاسرع هي انه نخسر اكثر من نص كيلو بالاسبوع، هو علميا المفروض ما نخسر اكثر من نص كيلو الى كيلو بالاسبوع. اذا بدنا نخسر كيلو لازم نكون من الناس اللي كثير اوزاننا عالي. اذا اوزاننا يعني انا عندي 5 او 7 كيلو او 10 كيلو، فالمفروض ما اخسر اكثر من نص كيلو من وزني. كمية خسارة الوزن بسرعة كبيرة بالجسم كثير بتلخبط الهرمونات وكثير بتلخبط اشياء داخل الجسم، فلازم ما نعمل هيدا الشيء بسرعة، اوكي. بنكون عم ناكل سعرات اقل من 300 500 سعرة. في ناس ممكن يروحوا انهم ياكلوا 700 سعرة، سمعتها 900 سعرة. هو المفروض علميا النساء لا تاكل اقل من 1200 سعرة، والرجال ليس اقل من 1500 سعرة. هيدا المعدل الاساسي، اوكي. مهما كان سعراتكم قليل المفروض ما ننزل تحت هيدا المعدل من السعرات الحرارية. منكفي مع بعض على السريع، اوكي. هلا هون هيدا البوست بيهم اغلبكم وراح اشرح عنه، وكتير بنسال عنه على فكره بين الاسئله، واللي هو لما انا مثلا عندي جزء معين من الجسم بدي كبره او بدي ضخمه. مثلا كتير بنات بيبعثوا لي انا بدي نحف، عندي كرش وبدي كبر الجزء السفلي بس بدي اخسر الدهون من هيدي المنطقه او كبر هيدي المنطقه. اول شيء ما بيصير انه نحن نسوي تنشيف وتضخيم بنفس الوقت، لانه هيدول الشغلتين معاكسين تماما. اول شيء اذا بدي نشف دهون او بدي اخسر دهون، هو التنشيف علميا يعني خسر الدهون. اذا بدي اخسر دهون او نشف لازم اكل اقل من احتياجي، حتى لو كنت نحيفي بس عندي بطن، هيدا بيعني انا لازم اخسر الدهون اللي موجوده، لانه حسب جيناتي انا بخزن دهون هون، بس هيدا هي الفرق. فلذلك وانا لازم نزل نسبه الدهون بالجسم. فشو راح اعمل؟ لازم نزل سعراتي 200 300 سعره اقل من احتياجي بهيدا الشكل، انه ما في ضخم فيهم بهيدا السعرات، ما في اعملهم سوا. لذلك لازم خلص من التنشيف او خلص من خساره هدول الدهون اللي انا بدي اخسرهم، بعدين اعمل التضخيم او زيد سعراتي، لانه التضخيم المفروض اني زيد سعراتي،
تضخيم لازم ارفع سعراتي بين عكس الموضوع اللي هو بين 300 الى 500 سعره، فما في اعملهم مع بعض. هي اول بارت. ثاني بارت التضخيم والتنشيف على فكره مرحله جدا متقدمه لازم نحن نعملها، ما فينا نعملها بالبدايه. يعني انا ما فيني اكون مبتدئه بعدني لسه حاطه رجلي وعم بتمرن باوزان خفيفه بين 2 كيلو 5 كيلو او بدون اوزان بوزن جسم واتوقع اني ممكن ضخم. لازم افكر بالتضخيم والتنشيف بعد ما اكون عم مارس التمارين الرياضي ومنتظمة لمدة لا تقل عن سنتين، سنة إلى سنتين بانتظام. هون ساعتها بعدها بكون بنيت أسس صحيحة، بكون عندي فينا نقول قدرة عضلية، بكون بنيت عضل كافي، بكون فهمت أو وعيت وصار عندي ثقافة رياضية كافية. هون ساعتها بقدر أني ابتدي أنظمي كان تنشيف أو تكبير. وكمان التضخيم مفروض إذا أنا بدي ضخم لازم يكون واصل لمراحل عالية من الأوزان، يعني لازم شيل أوزان عالية. ما في ضخم بوزن الجسم. بنيت معلش خليكن على جنب، ما فيكن تضخموا بوزن الجسم، تمارين وزن الجسم ما بتضخم. لتضخيم العضلي لازم نشيل أوزان عالية. لتحسوا بالفرق لازم توصلوا 50 كيلو 60 70 كيلو، نوصل 100 كيلو 200 كيلو لنبلش نشوف تضخيم العضلات، وخاصة الجزء السفلي اللي انتم متوقعينه اللي هي الأرداف. اوكي منا اكتاف، هي أرداف، فتحتاج كتير شغل وكتير جهد وبرنامج من نوم واكل وبروتين وتمارين جدول رياضي. فما تفكروا شغلة سهلة اني والله بس اعمل كم تمرين ضخن او اعطيكم كم تمرين كرمال تضخموا ومفكرين الشغلة بهيدي السهولة. فلا تبتدوا فيها الا ابحثوا وقروا وتثقفوا وخلوا عنكم فينا نقول التمارين، مارسوا التمارين الرياضي بانتظام لسنوات لحتى تفهموا هيدا الموضوع. رح تشوفوا انه مش بسهولة المرأة تكسب عضل او مش بسهولة المرأة بتضخم. So, في عنا بوست هون عم نحكي حتى نخسر وزن ما تشربوا عصائر. في ناس كتير بيقولوا مثلا هيدا عصير صحي او مثلا هيدا عصير فريش او هي، اذا مثلا في ناس كتير ما بتحسب انه مثلا ممكن تاخد مرتين ثلاثة اورنج او عصير برتقال باليوم او عصير ما بعرف شو او سموذيز او شيء. هيدولي من اكبر المعيقات لنزول الوزن، لانه كل واحد فيهم يحتوي على لا يقل عن 150 الى 300 سعرة، بما الى ذلك كمان عندكم الكوفيات اللي بنروح بناخدها من الكوفي اللي هي بتكون معبية كراميل وصوصات او بيكونوا مضيفين لسيروبس. فانتبهوا للاشياء اللي انتم بتضيفوها لاكل. فاوقات انتم ما بتكونوا عم تسمنوا من الوجبات الرئيسيه او ما عم يزيد وزنكم من الوجبات الرئيسيه، اوقات بيكون عم يزيد وزنكم من الاشياء الصغيره اللي ما بتشوفوها اللي هي المشروبات اللي ما بتشبع وما بتبين، نفس الكوفي والشاي اللي بتضيفوه له سكر او بتضيفوه للقهوه اللي بتضيفوه له كريمه وعصير وكراميل. هول القصص اللي طالعين جديد، هدول هن اللي بيشكلوا اكبر نسبه من السعرات الحراريه اللي انتم ما بتشوفون، والشوكولاتات من هون، بسكويت من هون، اشياء ممكن تكونوا مثلا حطيتوا بينت بتر ولحستوا بين معلقه اللي هي فيها تقريبا 10 جرام عسل، نفس الشيء دقتوا من هون الطبخه اكلتوا ورا اولادكم. كل هدول خذوهم بعين الاعتبار واحسبوهم اذا كنتوا في مرحله خساره الوزن. ولو كنا عم ناكل اكل صحي، هذا ما بيعني انه ما ننتبه للكميات. الاكل الصحي ليس خالي من السعرات، والاكل الصحي مش اقل سعرات من الاكل غير صحي، ولكن الفرق بيناتهم الاكل الصحي بيعطينا فيتامينات ومعادن، بيعطينا غذاء وصحة لجسمنا. الأكل غير صحي ما بيعطينا غير سعرات حرارية ودهون وأمراض. فالفرق بيناتهم نفس السعرات تقريبا. فأنا لما بدي اتبع نظام غذائي صحي ما أتوقع أن رح أخسر وزن بس لأني أكلت صحي. لازم أكل صحي بس نفس الوقت انتبه للكميات. يعني التمر صحي بس ما فيني أكل 10 تمرات او 7 تمرات، بيكون ملاي يعني ملاي ما بيكتر، ما بيزيد عن 3 تمرات. زيت الزيتون صحي بس انا ما بستعمل اكثر من معلقه واحده طول اليوم كامل لزيت الزيتون، لا احتاج اصلا كان بالطبخ او غير الطبخ. مش كل ما عملت شيء بحط زيت زيتون بقول زيت زيتون صحي. المشروبات كمان العصائر صحية، ولكن يفضل اني اكل فاكهة بدل ما اشرب عصير، لانه العصير ما رح يشبعني نفس الفاكهة. الفاكهة ممكن تشبعني ساعة ساعة ونص. التفاحة بدل ما مثلا اخد عصير تفاح او عصير برتقال، خدوا هيدول بعين الاعتبار، اشربوا القهوة والشاي بدون اي اضافات، واشربوا مي كتير كمان تستفيدوا. هيدا كان الجزء الثاني من اسئلة واجوبة، وان شاء الله نحن منتابع باسئلة واجوبة تانية وفقرات تانية على خير. وانا بشوفكم على خير، اتمنى تكونوا استفدتوا. بشوفكم على خير بفيديو جديد كتير رائع، بحبكم كتير، باي باي.